سلوى أبو زوبان، جزارة في ساحة سيدي محمد بن عبد الله، البلدية الدار بيضاء. كنت نجي نعاونو، فاش بدا تيكبر وبدا تيعيا ما كانش لي قابل المحل، اختاريت واش نقابل نقابل في هذا المحل، واختاريت هذه المهنه، انها مهنه شريفه، واخا بالنسبه للرجال وداك الشيء تخص فيها الرجال، ولكن ما لقيتش فيها صعوبه، لان انا كبرت فيها من الصغر، كنت نجي نعاون الوالد، كانت رغبه مني، وعجباني الحمد لله، وكل اراده وفرت فيها فرت فيها الشخصيه ديالي، والحمد لله الحمد لله بارادتهم، ولان الوالد كان كبير داكشي علاش تقبلوها، لان المحل كان عندنا مشهور وما يمكنناش زعما نخليه يضيع، لهذا انا زعما كنت نساعد الوالد، والحمد لله خدمت، وباقي الان الحمد لله باقي الحمد لله مشهور وتمشينا فيه مزيان، وكل الحمد لله يشوفوني بنظرة احترام ونظرة تقديرية للمرأة، الحمد لله اللي حاولت نجح في هذا الميدان، لا الحمد لله ما لقيت شي صعوبة، كانت صعوبة بالنسبة المنافسة للرجال اللي قدامي، ولكن الحمد لله فرضت وجودي. كلمة الأخيرة الحمد لله للمشاهدين هي أن المرأة تقدر تخدم في أي ميدان، وخا يكون ميدان الرجال، المهم اذا كانت تفرض الاراده ديالها والشخصيه ديالها وتقدر تنجح في اي ميدان، لان دابا المراه بحال الرجل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.